أول شيء انطباعي اللهم لك الحمد كأني ما طلعت من السعودية. أنا جيت للمغرب كأني في السعودية الآن، يعني طيبة وكرم وضيافة حقيقة. أنا جدا جدا أشكر الشعب المغربي على حسن هالضيافة هذه. أنا أول مرة أجي وأشوف جمهور مرعب صراحة، إلى درجة أني أقول الجمهور الودادي والمغربي بشكل عام يدرس جميع الجماهير الرياضية على هذا التشجيع اللي شفناه حنا في الملعب. الحقيقة أنا وأنا في الملعب ما أناظر للملعب كثر ما أناظر إلى الجمهور الودادي، ما شاء الله تبارك الله. والله شوفي أختي، يعني الافتتاح كان جدا ممتاز، ويعني أعادنا إلى كأس العالم في قطر. أتمنى بإذن الله مثل هالبطولات هذه تستمر بين الأندية العربية إن شاء الله. والله فلامينغو والهلال، أو الهلال وفلامينغو، صراحة أنا الأمنية أن الهلال يحقق الانتصار بكرة، ولو أن الهلال بالعناصر الموجودة يعني في إصابات وفي غيابات ما ساعدتنا على أننا نقدم المستوى قدام الوداد. ظهرنا بمستوى نوعا ما جيد، لكن إن شاء الله بكرة يكون معنا المستوى. وبالمناسبة هذه أحب أقول للهلاليين يا هلال يا هلال زعيم والله زعيم، يا هلال يا هلال زعيم والله العظيم، يا هلال تحكي عنك أجيال وأجيال، حب انت نام من سنين الطفولة، يبقى الهلال يدوم في كل الأحوال، من مستوى ذوقه تحدد ميوله ميوله، يا هلال يا هلال زعيم والله العظيم. مدامنا جينا المغرب بإذن الله تعالى وجينا الشعب المغربي والثقافة المغربية العظيمة بإذن الله تعالى، بعد المباراة بكرة راح نزور جميع المحافل والمناسبات الرياضية إن شاء الله. يا هلا، تمنيات لكم إن شاء الله بدوام توفيق بإذن الله، مع السلامة. والله هذا أول زيارة للمغرب، والبلد والمغرب بلد جميل، وطنجة ما شاء الله بلد جميل ومنظم، وتنظيم المغرب لكأس العالم سعدنا بصراحة. كنا نتمنى نتأهل فريق مغربي إلى الأدوار له دور الأربعة، لكن إن شاء الله في المرات القادمة. وبالعكس المغرب يعني بلد جميل منظم، يعني سعدنا بزيارته، وإن شاء الله لنا زيارات، وندعو جميع الجماهير السعودية إن شاء الله الموجودة بكرة تآزر فريق الهلال، وإن شاء الله مربوحة. مباراة صعبة، وجماهير إن شاء الله الهلال تكون في الموعد للمؤازرة، وجماهير فلامينغو اليوم متواجدة بكثرة، إن شاء الله يكون جماهير السعودية بكرة أكثر، وإن شاء الله حليف الفوز للسعودية إن شاء الله.